كل مشاهدي الإخبارية السورية اللي انضموا لنا بمشوارنا الصباحي لليوم، مبارك النصر الذي يتحقق على الأرض أكيد بجنود أبطالنا رجال الحق أبطال الجيش العربي السوري. فقرات عديدة ومتنوعة، منها مساحتنا الطبية وأيضا مساحة اجتماعية نفسية وأيضا فنية، لكن بدي صبح على ميسان. يسعد صباحك ميسان. يسعد صباحك سالي، وصباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية. إن شاء الله هالنهار يحمل لكم كل الأمل والسعادة والطاقة الإيجابية اللي إن شاء الله بتكون مرافقة حياتكم وكل تفصيل من تفاصيل يومكم. مثل ما قالت سالي، فقرات متنوعة رح تكون معنا لليوم، رح نتعرف على تفاصيل هذه الفقرات بعد هذا الفصل، خليكم معنا. يعني ميسان، مثل كل يوم بيكون لنا وقفة للتاريخ، شو سجل التاريخ بمثل هاليوم؟ نتابعه بالتقرير التالي. لكل يوم أحداثه وأخباره، منها ما يكون بصمة في سجلات التاريخ وأخرى تمر مرور الكرام دون أي أثر يذكر. في مثل هذا اليوم من عام 1959، هاواي تنضم إلى الولايات المتحدة لتصبح الولاية رقم 51. وبعام 1991 لاتفيا تعلن استقلالها عن الاتحاد السوفيتي. وبمثل اليوم من عام 2013، الحكم بالسجن لمدة 35 عام على الجندي الأمريكي ماينينغ لتسريبه وثائق سرية إلى موقع ويكيليكس. وبعام 2017، كسوف شمسي كلي يحدث فوق الولايات المتحدة الأمريكية المتجاورة لأول مرة منذ عام 1918. ومن الشخصيات اللي سجل تاريخ اليوم ولادته، فبعام 1973 سيرجي برين أحد مؤسسي موقع جوجل. ومن الشخصيات اللي غادرت عالمنا بمثل هاليوم من عام 2018 حنا مينا، روائي سوري. هاي كانت أبرز الأحداث اللي صارت بمثل اليوم 21 آب. نهاركم سعيد. هو أحد رموز الرواية بالعالم، هكذا نعته وزارة الثقافة السورية للروائي الكبير حنا مينا ب 21 آب 2018، محطات من حياته بتقرير زميلتنا ماتيلدا كربور. أنا كاتب الكفاح والفرح الإنسانيين، فالكفاح له فرحه، له سعادته، له لذته القصوى. هكذا اختصر الكاتب المبدع حنا مينا شخصيته، تلك الشخصية الإبداعية التي لها بصمتها الحاضرة في الأدب، ويعد أحد كبار الكتاب في الرواية العربية، حيث تتميز رواياته بالواقعية. ولد حنا مينا في 9 آذار من عام 1924 في اللاذقية، وكافح كثيراً في بداية حياته، وعمل من المهن الكثير نتيجة لواقعه الفقير. بدأت حياته الأدبية بكتابة مسرحية دونكيشوتية، كتب الروايات والقصص الكثيرة بعد ذلك
والتي زادت على 30 رواية أدبية طويلة غير القصص القصيرة، منها عدة روايات خصصها للبحر. وكتب القصص القصيرة في بداية الأربعينيات من القرن العشرين ونشرها في صحف دمشقية كان يراسلها. أولى رواياته الطويلة التي كتبها كانت المصابيح الزرق في عام 1954. يذكر أن الكثير من روايات حنمينة تحولت إلى أفلام سينمائية سورية ومسلسلات تلفزيونية. ساهم بشكل كبير في تأسيس اتحاد الكتاب العرب وفي مؤتمر الإعداد للاتحاد العربي الذي عقد في سوريا في عام 1956، وكان له الدور الواضح في الدعوة إلى إيجاد وإنشاء اتحاد عربي للكتاب. حنمينة أحد عمالقة الرواية في سوريا والوطن العربي، وقف في وجه الاستعمار الفرنسي حين كان يبلغ من العمر 12 عاماً، وعاش حياة قاسية، تنقل بين عدة بلدان، سافر إلى أوروبا ثم إلى الصين لسنوات لكنه عاد. معظم روايته تدور حول البحر وأهله، دلالة على تأثره بحياة البحارة أثناء حياته في اللاذقية. من مؤلفاته نذكر المصابيح الزرق، الشجاع والعاصفة، نهاية رجل شجاع، بقايا صور، حارة الشحادين، الشمس في يوم غائم، المرفأ البعيد، مأساة ديمترو، وغيرها الكثير. فاز الكاتب بجوائز أدبية عدة، من بينها جائزة نجيب محفوظ للكاتب العربي من اتحاد كتاب مصر في عام 2006، وتخصص وزارة الثقافة السورية جائزة سنوية تحمل اسم حنمينة. وعن مهنة الكتابة التي شق طريقه إليها عبر حياة اتسمت بالشقاء، كان حنمينة يقول: مهنة الكاتب ليست سواراً من ذهب، بل هي أقصر طريق إلى التعاسة الكاملة. غيب الموت صاحب رواية نهاية رجل شجاع عن عمر 94 عاماً بعد معاناة مع المرض في 21 من آب من عام 2018. والملفت أن مينا نشر قبل عقد من الزمن وصية جاء فيها: عندما ألفظ النفس الأخير آمل وأشدد على هذه الكلمة ألا يذاع خبر موتي في أي وسيلة إعلامية مقروءة أو مسموعة أو مرئية، فقد كنت بسيطاً في حياتي وأرغب أن أكون بسيطاً في مماتي. ميسان، بتتخيلي حالك انك تعيشي بلا اكل نهار؟ لا اكيد كتير، يعني نهار ممكن، اما اكثر ثاني يوم بيقلب علي يمكن. طيب رح نحكي عن معلومه كتير غريبه. هل تخيلتوا انه انسان قدر يعيش 7 سنين من الرضاعه بدون طعام؟ كان 7 سنين، لا هو 7 سنين عمره للولاد بس ما تناول ولا شيء من الطعام. خلونا نتابع عده اخبار وهذا الخبر باخبارنا المنوعه لليوم. بداية أخبارنا المنوعة لليوم رح نبداها من أول طفل بالعالم يعيش دون أن يتناول الطعام، حيث صارع طفل من ولاية أوهايو مرضاً نادراً ليس له اسم منعه من تناول الطعام منذ كان رضيعاً. ففي سن 4 أشهر حاول والدا الطفل كوهين برامبلي إدخال الطعام الصلب لنظامه الغذائي كما أوصى طبيب الأطفال، ولكن المعدة لم تتمكن من هضم الطعام وأخذ يتقيأ في كل مرة. وبعد 5 سنوات اكتشف الأطباء أن الطفل يعاني من طفرة وراثية نادرة ليس لها اسم تسبب هذه الحالة، وهو أول شخص يتم تشخيصه بهذه الحالة. يعيش من خلال تناول المغذيات عن طريق أنابيب التغذية 7 أيام في الأسبوع منذ أن كان رضيعاً، ويتلقى تغذية إضافية عن طريق الحقن. وإلى خبرنا التالي، يمضي نيكولا فيلر 4 ساعات ليصنع فناً بالرمل بأحد شواطئ كرواتيا. تمكنه الرمال الجافة السطح والرطبة بالداخل من رسم لوحات رائعة، ولكن أمواج البحر سرعان ما تجرف فنه
فلا تبقي منه شيئاً. وإلى خبرنا الأخير لليوم من آخر الدراسات من بريطانيا، حيث أشار القائمون أن الأشخاص الذين ينامون أقل من 6 ساعات معرضون للإصابة بأمراض القلب التاجية. واشترك في هذه الدراسة 2000 متطوع من بريطانيا، واتضح للباحثين أن 44% منهم ينامون أقل من 6 ساعات في اليوم، وفقط 17% ينامون 8 ساعات يومياً. وبحسب الباحثين إن أولئك الذين ينامون أقل من 6 ساعات في اليوم معرضون لخطر أمراض القلب التاجية، أي نقص تروية القلب، بنسبة 60%، كما أن كل من يعاني من قلة النوم معرض للإصابة بارتفاع ضغط الدم وزيادة مستوى الكوليسترول. كما أن عدم كفاية النوم في ليلة واحدة تحفز زيادة الوزن وفقدان الكتلة العضلية، وكذلك يؤثر على بقاء هذه الكريات مخزنة في الدماغ. كما أن قلة النوم تؤثر سلباً في صحة المرء وتصبح مشكلة صحية جدية، لأن النوم يؤثر في الحمض النووي للإنسان كغيره من العوامل الخارجية مثل الطعام ومستوى الإجهاد والتدخين. كثير من الأشخاص بيعانوا من ضعف البصر يلا وبيلجأوا إلى جراحة الليزك، ولكن ليست جميع الحالات بتتناسب مع هي الجراحة. لنحكي عن هذا الموضوع أكثر معنا الدكتورة فادية شموط، اختصاصية بأمراض العين وجراحتها، عضو الجمعية الدولية للجراحة الانكسارية. يسعد صباحك دكتورة، وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم، وصباح الخير لكل الشعب السوري. أهلا وسهلا فيكي دكتورة. بالبداية يمكن كان لنا مواضيع عديدة نحن حول آلية الجراحة بشغلات بالليزر أو الليزر. العالم بتتساءل إنه شو هي آلية الجراحة بالليزر. خلينا نعرفك شوي المشاهدين عنها بشكل مفصل. نعم، هلا الليزر هي طريقة طبعا مبتكرة بتطبع على قرنية المريض من أجل تصحيح العيب الموجود بالقرنية، سواء كان نقص أو انحراف أو مد. قبل ما يكتشفوا الليزر كان من المعروف شيء اسمه تشطيب قرنية. كنا نعمل تشطيب قرنية يدوي، يعني كان في عنا مشارط ألماس نعمل فيها تشطيب للقرنية يصلح فيها بعض درجات النقص، ما يصلح طبعا لا المد ولا الانحراف، يصلح أكثر شيء موضوع النقص. بعدين تطورت الأمور، صار في عنا شيء اسمه الليزر أو الليزيك. هلأ الليزر اللي نحن عم نطبقه على القرنية في له طريقتين. في الليزر اللي هو البي ار كي، اللي هو اختصار للفوتو ريفراكتيف كيراتوتومي، يعني تقطيع او تشطيب القرنيه بالليزر. وفي عندنا الليزيك اللي هو بنعمل فيه نحن شريحه، بنقسم القرنيه، بنعمل فيه فلاب، بنقلبها وبنطبق الليزر على الطبقه العميقه من القرنيه. هي الطريقه طبعا بيخضع لها كل مريض يرغب بالاستغناء عن النظاره. الليزك ما له هو حل لكل واحد بده يصحح نظره. يعني احيانا كثير بيجينا مريض انا بدي اصلح نظري، انا ما بدي ما عم شوف. مو كل مريض ما عم يشوف هو الليزر هو الحل الوحيد له، لا، هو حل لبعض الاشخاص بعمر محدد بده يكون بين 18 وال 40 سنه، او اللي هي في حالات نشتغلها بعد ال 40 لكن حالات قليله، وبتصلح درجات محددة بشرط تكون باقي أوساط العين سليمة. يعني أنا مثلا مريض ما بيصير أنا أشتغل لمريض عنده مي بيضة يجي له والله صلح لك النظر بالليزك،
هذا له طريقة تانية نعم نحكي عليها بعدين. طيب دكتورة، يعني في أشخاص معينين مثل ما عم تقولي في عمر معين ممكن بس اللي عندهم نقص إنه هنا يعملوا هاي العملية، أما اللي عندهم انحراف أو مد ما ممكن؟ لا طبعاً، إحنا حكينا على التشطيب اللي تماماً. كان ما يصلح، أما هلا أما الليزك هلا في عنا الأجهزة الحديثة بتصلح درجات نقص لحد 9 أو 10، الانحراف بيصلح لحد 5، المد بيصلح لحد 5. هلا بالأجهزة بيقولوا لك إنه بيصلح أكثر، بس نحن من خلال خبرتنا لقينا إنه معظم الحالات أكثر درجات مد عم تصلح أكثر من 5 قليل، ما في عنا حالات يعني صلحنا فوق 5. عنا الانحراف نفس الشيء ممكن يصلح لل 5-6 ماكسيموم، النقص بيصلح أكثر. طبعا نحن بشرط يكون المريض تجاوز 18، وأنا بفضل طبعاً للشباب إنه يتجاوزوا 19، وبشرط الشرط الثاني اللي هو ثبات الدرجات. يعني أنا تماماً كيف نحن بنعرف إنه هي الدرجات ثابتة عندهم ما بدنا بزيادة؟ أنا جاني مريض عمره 16 فحصته، إجا قال لي بدي أعمل أناليزك، بفحصه طلع عنده فرضاً ناقص 4 درجات. أوكي أنا بدي أعمل، بقول له لسه بكير لل 17 بتجي بتنفحص عندي، أو بعد 6 شهور تعمل فحص، بفحصه كل 6 شهور. أنا إذا لقيت إنه كل 6 شهور درجاته ثابتين يعني ما في تغيير بالدرجات بستنى عليه ل 18، لقيته بين ال 16 و 18 هالناقص 4 ما زادوا أبدا، بلجأ للطريقة الثانية اللي هي الصورة الطبوغرافية. بصور صورة طبوغرافية لقارن لشوف السماكة عنده، في عنا معالم محددة اللي هي الكي ريدينج، الوجه الأمامي الوجه الخلفي من القرنية الأفرج، إذا كان كله طبيعي وبتناسب مع درجاته ساعتها أنا ممكن ألجأ للعملية وأعمله تصحيح نظر. أما إذا أنا لقيت أنه هالشاب أو هالصبية كل ما عم يتقدموا بالعمر يعني صار عمره 17-18-19 وما زالت الدرجات بإزدياد، لو عم تفرق نص درجة أو 3/4 درجة ما نتسرع، لأنه نحن إذا تسرعنا بعد منها بده يرجع المريض يلبس نظارة. طبعا ما رح يرجع يلبسها كاملة، بس بجوز يجيني بدرجة بثلاث ارباع الدرجه بدرجه ونص اللي انا مزعوج حاسس حالي انه رجعت راجع نظري. نعم، يعني دكتوره مع تطور العلم وخصوصي يعني التكنولوجيا اللي احنا عم نعيشها وصار في كثير اساليب متطوره وخاصه بالجراحات سواء جراحه العين او الجراحات التنظيريه الاخرى، لكن في حالات مثل ما حكيتي عنها دكتوره انه يمكن ما بينفع مع الليزك، في اجراء تاني ممكن ناخده بدل الليزك ولا لا بديل عنه؟ طبعا هلا صار في عنا كتير شغلات متطورة، يعني هلا نحن أول شغلة إذا صورنا المريض وطلع عنده هالمريض فرضا قرنية مخروطية، هذا طبعا أكيد ما بنعمل له شيء اسمه ليزك. القرنية المخروطية ما بيتقرب عليها أبدا، لأنه إذا ساوينا ليزك رح تسوء الحالة بالعكس بزيادة، يعني رح يبطل يشوف لا بنظارة ولا بلا نظارة. هلا في حالات أخرى القرنية المخروطية نحن ممكن نعمل له زرع حلقات، زرع الحلقات طبعا بيصلح له الانحراف، احيانا بيصلح 50 واحيانا بيصل لل 75%، ما بتصلح الحلقات بشكل كامل اكيد الا ما يبقى لو جزء بسيط من درجات الانحراف على القرنيه. نعم من انه المريض طبعا احنا بنجهزه للامور، والاختلاطات طبعا زرع الحلقات ما له كثير، مو لكل العالم بتكون مريحه، لكن هي حل بديل عن وضع النظاره نعم. السميكه او وضع العدسات اللاصقه، لانه معظم مرضى القرنيه المخروطيه نحن اول شيء بنبلش معهم بوضع العدسات اللاصقه القاسيه، في مرضى ما بيتحملوها فبنلجأ لهم. هلا هي موضوع القرنيه المخروطيه، بنيجي في عنا مرضى مثلا أنا مثل هلا عندي الاسبوع الماضي اشتغلت لمريضين اجوني عند احد المرضى، مريضه هي عندها 13 درجه نقص، طب انا هي 13 درجه نقص وعندها قرنيه رقيقه ما بتساوى لها ليزك مع انه ما عندها قرنيه مخروطيه، طيب يا دكتوره انا بدي حل، انا ست بيت وما بحسن اقعد بهالنظاره السميكه يعني ما عم بحسن امشي بلا نظاره. لجأنا لشيء اسمه زرع العدسات داخل العين. شو هي زرع؟ شو هي هي التقنية؟ هي وعلى شو بتعتمد؟ نفسها نحن بنلجأ لأحيان وقت المريض بيصير عنده مي بيضة بنسحب المي البيضة وبنزرع عدسة. هي الصبية ما عندها مي بيضة بس عندها نقص شديد عالي، فبنلجأ لشيء اسمه زرع العدسات. وهلا صار في عنا شيء متطور اللي هي عدسات التري فوكال أو التوريك. كنا بالأول لما نزرع العدسة العادية البطوية المريض يحتاج للقريب نظارة المطابقة عنده بتروح، هلأ عدسة التري فوكال بتورجيكي صارت قريب وبعيد وبسافة وسطى، يعني هي عدسة متطورة غالية شوي لكن بتريحوا المريض من نظارة القراءة ومن نظارة طب البعيد. شو سلبياتها لهي العدسة وشو إيجابياتها وهل لها مضاعفات؟ هلأ نحن مضاعفاتها مثل مضاعفات أي عدسة من نزرعها بالعين، يعني ممكن يصير في التهاب بالعين، ممكن يصير في ارتكاس بالعين، يعني هذا أسوأ شيء ممكن نحن نخاف منه اللي هو موضوع الالتهاب، التهاب باطن العين.
لكن نحن هيك حالات كثير نادره، لانه نحن اذا متحرى العقامه والتقنيه العاليه بالعمليه ما بالعكس المريض بتضل مدى الحياه، بتضل مدى الحياه بيعيش معها طول عمره المريض عدسه داخل العين طبعا. نعم، يعني ميسان مثل ما عم نشوف تقنيات عديده ومتطوره، وخاصه مثل ما حكت الدكتوره يعني يمكن في شغلات كانوا يحتاجوا لنظاره، ولكن هلا يلي بيحب النظاره فهو استغنى عنها بتقنيات العدسات. خلينا ايضا نحكي عن كحل زراعه العدسه، هو كحل دائم هلا صار مجدي ولا لا بديل للنظاره، وخاصه كبار السن؟ خلينا نحكي كبار السن شويه اللي بيعانوا من عده امور، احيانا بيجي حدا كبير بالعمر عمل مي بيضة بيرجع بيكررها، يعني بيرجع بيكرر العملية تبع المي البيضة أو سواء المي الزرقاء حسب. هل زرع العدسات هو حل دائم خاصة لكبار السن؟ هلأ شوفي، نحن موضوع المي البيضة متى ما صارت عند المريض ما عاد في خيار آخر. يعني أنا بيجيني كتير أحيانا مرضى جايين يعملوا ليزك، يعني نحن دكتورة جايين نعمل ليزك، بتفاجأ وقت بفحصهم لا عندهم مي بيضة. هذول طبعا ما بنحسن نعمل ليزك، لانه نحن وجود الكاتاراكت او الساد او الماء الابيض اجباري هذا يستدعي انك تشيليه، لانه نحن اذا تركناه بده يتطور، وكل ما تطور نحن هلا صرنا نشتغل طبعا الساد بدون جراحه بطريقه الفاكو الالتراساوند، فاذا بدنا نتركه كثير يتحول لشيء اسمه الساد المورغاني يعني مفرط النضج، بنخاف انه المريض يحتاج جراحه. فلذلك نحن بنفضل انه المريض طالما صار عنده تدني بالقدره البصريه ما عم يشوف منيح والنظارة ما عم تصلح له تمام الرؤية، بدنا إجباري نلجأ لزرع العدسات، هذا صار خيار يعني الوحيد. زرع العدسة بنزرع العدسة وبيعيش معها المريض بشكل دائم. هلأ شيء إنه اسمه إنه يرجع يعمل عملية مرة تانية مي بيضة ما في هيك شيء، بس إحنا العدسة وقت ما نزرعها هي بتركب على غشاء اللي هي المحفظة الخلفية، هذا الغشاء أحيانا مع تقدم العمر أو مع اللي بيصير فيه مثل كثافة عليه، يعني مثل انت عندك بلور صار هالبلور وسخ، هل بدك كل فتره تمسحيه مشان يرجع نظيف مشان يصير كلير؟ نحن ما طبعا كل فتره، نحن بعد العمليه اقل شيء بيمضى 3 شهور 4 شهور اذا لقينا هالمحفظه متكسفه بنعمل لها ضربات بشيء اسمه ياج ليزر، مو ليزك، ياج ليزر، بنمسح هالمحفظه هاي بنسقبها على شكل فتحه كبيره، بصير بقى الرؤيه عند المريض اوضح، يعني بصير الغشاء اللي قاعد ورا العدسه مفتوح مثل انت جلاله وكشفتي له اياها مشان يشوف احسن. هلا بالنسبه للكبار هن اكثر شيء بيعانوا من موضوع القريب، يعني انا دكتوره زرعت عدسه بس انا ما عم اقرا، يعني انا انت زرعتي لي عدسه ليش زرعتي لي وما عم اقرا؟ طبعا ما لك رح تقرا، لانه نحن كل شيء اعمار فوق ال40 صار عنده شيء اسمه مد بصر شيخي ان كان زارع ولا مو زارع. تمام، بس اللي زارع ما له حل غير النظارات. هلا له حل قلت لك اياها، اما النظاره او انه يزرع المريض عدسه تريفوكال اللي هي قريب وبعيد، لكن العدسة مكلفة، يعني العدسة لحالها بتتجاوز أحيانا حقها بين الألف دولار وأكثر كمان بشوي، فالمريض يعني ما عنده كل العالم عنده هي القدرة ما عنده قدرة على زرع العدسة. اللي عنده قدرة وعم يزرعها كتير عم يكون مبسوط منها، يعني العدسة لأنه شغلة كتير حضارية. وهي كمان يعني دكتورة العين العالم بتخاف، يعني أي حدا بده أحيانا يستغني عن النظارات وبيقدر يعمل عملية ليزر ويكون تصحيح البصر سهل، بس الناس دايما عندها خوف من أي مضاعف، من أي مضاعفات، من أي سلبيات، أو بتقلك ممكن يرجع على بعدين النظر ينكسر ممكن، يعني هاي العالم نحن كيف بنقدر نطمنهم بأنه بعد سنين مثلا بعد كم سنة من الليزر أو من زرع العدسات كيف بتكون حالتهم الصحية بشكل عام؟ هلأ نحن كيف لازم تكون المتابعة؟ هلأ نحن أنا كل مريض بيجي لعندي بيقولي أنا حابب أعمل ليزك أو ليزر بدي صلح بدي استغني يا دكتورة عن النظارة، أنا قبل كل شيء بنصحه أنه إذا أنت مالك مزعوج من النظارة خليك عن النظارة. يعني نحن دائما عنا أنه النظارة هي أكتر شيء سيفتي، صح، أكتر شيء آمني. بعد من هالشغلات الثانية صفي هي رفاهية، يعني احنا بتندرج عمليات الليزك تحت شيء اسمه عمليات تجميلية بيعتبروها، ما لا هي عملية إميرجنسي، ما لا إسعافي ولا لا ضرورية، بينما العدسات لا ضرورية. انت اذا انت مثلا هلا في ناس شغلهم بيتطلب انه مثلا يستغنوا عن النظارة، السباح مثلا اللي بيسباح، مثلا اللي بيطلع عارضة الأزياء مو معقول مثلا تلبس نظارة، الفنان كذا. هلا هن بس صايرين موضة؟ ايه في مهن معينة بتقول لك أنا مثلا والله مالي ست البيت، في نظارات كثير حلوة دكتورة اللي دائما بتلاقي في أولاد بين إيديها وعندها شغل، تماما بتقول لك أنا حامل البيبي وبدي أحط النظارة عم يشيل لي إياها، ما تماما في حالات ضرورية أنا بقول له هي، بس هلا صارت كله إنه ما بدي أنا ألبس نظارة مشان إني آخذ راحتي
بركز راسا على عملي او على جامعتي، مالي لابس نظاره. ايه هلا موضوع انه يصير عندنا اختلاطات وارد، هلا نحن ابسط الاختلاطات وانه يصير عند المريض اندر كوركشن او اوفر كوركشن، يعني مثلا ما يتصلحوا كل الدرجات. ايوه هلا احسن الاجهزه بالعالم يعني الا ما تخلي احيانا نص او ربع درجه، ما في شيء عنا التصحيح نحن 100% حتى بعمليه الليزر. حتى بعمليه الليزر هلا في عندنا حالات صار عنده المريض زيرو، يعني بتشوف بتعمله فحص بعد لي عنده الاوتو زيرو انه ما عنده درجات ابدا، في حالات بس كمان الحالات اللي عم يطلع عنده ربع ونص مو معناته عمليه فاشله، لا هي العمليه يعني يكون عنده اربع درجات في النهايه او خمس درجات. تماما هو في ناس ما بتشعر فيها، في ناس ما بتشعر فيها، بس في ناس مثلا بالفحص الروتيني راحت لعند طبيب ثاني اي والله قال لك نص درجه، اوف انا مو هيك، انا قايله للدكتور يروح لي كل الدرجات. ما في عندنا هيك نحن شيء، نحن عندنا الاحدث جهاز ليزك في عندك ارتياب زائد ناقص ربع او نص، هذا الشيء الطبيعي. بس فرضا هالمريض عمل عمليه وزاد عنده درجه او درجه ونص، تماما بتفرق معه بيقول لك انا لسه ما عم شوف. فنحن في عندنا شيء اسمه اعاده، يعني ممكن نحن نعيد العمليه بس طبعا لا يمضى شهرين اقل شيء، بنريح القرنيه بنرجع بنعيد الصوره، اذا السماكه بتسمح ممكن عيد. هي هذا يعتبر ابسط اختلاط. هلا الاختلاطات الاسوا ممكن يصير في عنا اختلاطات اسوا اللي بتندرج تحت شيء اسمه التهابات القرنيه، ممكن يصير في عنا التهابات بالقرنيه، خراجات، قرحات، ممكن يصير في عنا تنمي بالخلايا الابتلياليه تحت تحت الفلاب، هي بنقولها السحاره سيندروم، ممكن يصير عند المريض وبيبطل يشوف. طيب يا ترى هاي المضاعفات بتجي نتيجة شو؟ يعني ليش ممكن تكون هيك في خطر يعني على عين المريض؟ هلأ أحياناً إذا المريض فايت على العملية وهو مريض، يعني مثلاً مرشح والطبيب تجاوز هالشي هذا ممكن تنأزل عين. جرثومة يعني لا، المفروض وقت يكون المريض فايت على عملية الليزك يكون صحيح تماماً، ما يكون في رشح، ما يكون في التهابات، حتى إذا بيرتدي عدسات لاصقة المفروض يكون شالحها فترة طويلة، عم ياخذ قطره دمع صناعي وعامل صوره مزبوطه وبعدين يفوت على العمليه. يمكن دكتوره الشخص او مناعه الشخص او تجاوب الشخص سواء للعمل الجراحي كمان بيلعب دور، يعني مثل ما حضرتك حكيتي انه ما في شيء اسمه 100% يعني، بس في اشخاص لا احيانا بتزبط معهم 100%. إيه يمكن تجاوب الشخص وايضا بالالتهابات، التهابات القرنيه كمان مناعه الشخص وقوه جسمه بيلعب دور. حتى قديش بيلعب دور هذا الشيء؟ طبعا بيلعب دور. نحن في عنا امراض اذا موجوده بالجسم ما بصير تعملي ليزك، يعني مثلا مريض السكري ما بصير تعملي له ليزك. المرضى اللي عندهم امراض مناعه ذاتيه مثل الزئبه الحماميه، مثل داء بهجت، هدول ما بصير تعملي لهم ليزك. في امراض محدده دول ما بنقرب على العين ابدا على القرنيه لانه بينأذوا. هلا في عندنا شغلات ثانيه احيانا بتظهر بعد العمليات الليزك، يعني اختلاطات بتكون احيانا نتيجه تقصير الطبيب. بشو قصر الطبيب؟ انا في عندي صوره طبوغرافيا قبل العمليه بدي اساويها. هلا الطبيب المفروض يقرا صوره بشكل جيد، لانه الطبيب اذا ما عم يعرف يقرا صوره بشكل جيد هو مصيبه. في شيء عندنا نحن شيء اسمه انه حدوث اكتاجيا بعد العمليه. حدوث الاكتاجيا بعد العمليه يعني انت قلبتي القرنيه من قرنيه طبيعيه لقرنيه مقروطيه. روحتي عليه فرصه المريض استمتاع بالنظر بالنظاره، لانه اذا صار عنده قرنيه مقروطيه حتى النظاره ما عاد يشوف فيها. في حالات بالصوره مثلا انا طلعت اجت عندي صوره لقيت عندي قرنيه رقيقه، عندي الكيات عاليه، عندي الافرج الباك ليفيشن عالي، في معايير محدده انا اذا لقيتها عاليه ما لازم اقرب على القرنيه. بقول المريض انت روح خليك على نظارتك، احيانا بيزعل بيقول يا دكتوره بس انا عملتي لفلان واخي ابن عمي وزبطت، مو شرط بس انت قرنيتك ما بتتحمل، انا اذا سويت لك اياها بدك تبطل تشوف حتى بوجود النظاره. فنحن لازم كمان الطبيب يعرف يقرا صوره الطبوغرافيا بشكل جيد ليحسن تكون العمليه ناجحه ويكون المريض صحيح، عيونه ما فيها التهابات، تعقيم الادوات يكون جيد، تعقيم غرفه العمليات جيد، وبعد العمليه الارشادات. يعني نحن بعد العمليه بنقول للمريض لازم ما تحك عيونك، ما تفرك عيونك لمده 15 يوم، هذا الفرك هو اكثر شيء ممكن يأذي لك عينك ويفشل العمليه. بالنسبه للصبيه بلا ما لازم تحطي مكياج، لا مسكره لا كحله خلال اول كمان 15 يوم. في عندك الحمام، اي شيء ممكن يعرض للجراثيم. تمام، ما بصير تدخل الشامبو والصابون لعينك اول اسبوع، بعد اسبوع بسمح له بالحمام. سباحه، ما بصير تمارس السباحه اول شهرين مثلا، تنزل بميه الكلور.
كل هالشغلات هي التوجيهات اللي بعد العملية صحيح. وطريقة انه ياخذ الدواء كتير مهمة كمان بنجاح العملية. تمام دكتورة، يعني في اجراءات قبل العملية واجراءات بعد العملية وكلها لها اهمية ولها دور بنجاح العملية. اليوم نحن بسوريا كيف واقع هاي الجراحات العينية؟ يعني خلينا نحكي بالنسبة للتطور العالمي، كيف سوريا عم تلاحق هذا الموضوع من ناحية الاجهزة من ناحية الخبرات؟ بصراحة نحن يعني عنا، يعني في عالم يمكن ما بتعرف، عنا نحن كتير تطور بموضوع الليزك. عنا أول شيء خبرات، في عنا أطباء كتير ذو خبرة بهالقصاص تعبانين على حالهم، والأجهزة اللي عنا كتير متطورة. يعني أنا بتذكر بال 2007 بلشنا نحن ندرس وقتها موضوع الليزك، وجبنا أول جهاز ليزك للدولة، كانت أول هي بمشفى المجتهد، جبنا جهاز متطور جدا ألماني، يعني حتى في مشافي خاصة ما بتحصل تجيبه، نحن كان موجود عنا. كنا نشتغل حالات كتير، أحيانا اشتغلنا فوق 20 مريض، نقعد من الصبح للمساء ونحن عم نشتغل حالات. معظم نتائجنا كانت كتير رائعة لأنه كنا عم نعمل دراسة جيدة للمريض، ندرس المريض قبل بوقت، نعمل له فحوصات جيدة. موضوع العقامة وجهازنا كان متطور وما زال موجود، واشتغلنا حالات. هلأ حتى بالمشافي الخاصة كمان الحمد لله في عنا أجهزة كتير متطورة موجودة بمعظمها اللي موجودة بالدول الأوروبية، حتى في عنا دول عربية الأجهزة اللي عنا يمكن هن ما عندهم إياها. لا الحمد لله موضوع الليزك عنا كتير متطور، عنا دراسة صارت جيدة، المؤتمرات اللي كل سنة عم تصير عنا بالبلد عم يكون فيها خبرات تشرح هيك حالات وعن كل شيء حديث ومتطور بموضوع الليزك كتير، هذا عم يساعد كمان لأنه المريض يحصل على أحسن نتيجة. أكيد يمكن هذا التطور واضح، يعني كان واضح وخاصة لأطبائنا السوريين، بوجه لهم أكبر تحية لأنه أغلب الأطباء برا هنا سوريين وناجحين جدا. أكيد نحن بنفتخر بأطبائنا، بنفتخر بمشافينا الحكومية اللي ما زالت رغم ظروف الحرب عم تجيب لسه أجهزة أيضا للمواطنين يمكن بأسعار شبه مجانية. كل الشكر لك دكتورة فادية على المعلومات اللي فتينا فيها، وإن شاء الله يا رب هيك يكون لنا لقاءات أخرى، والسلامة للجميع. شكرا لاستضافتكم كمان لإلي، يعطيكم العافية. شكرا كثير لك دكتورة وللمعلومات اللي أعطيتينا إياها. شكرا لكم. شكرا لكم ميسان. وصلنا لجولتنا الثقافية لليوم، وأكيد رح نروح لحمص، من محافظة حمص، حيث نظمت الغرفة الفتية الدولية بالتعاون مع مديرية ثقافة حمص عرض الفيلم القصير الحبل السري للمخرج ليث حجو، تأليف رامي كوسا، أكيد على مسرح دار الثقافة بالمدينة. تفاصيل أوفى مع أسامة ديوب. قصة سورية حاكت خيوطها من الواقع السوري، هي حكاية الحبل السري الذي يتابع رحلة عرضه في عدد من المهرجانات وصالات العرض المحلية. وفي هذا الإطار نظمت الغرفة الفتية الدولية بالتعاون مع مديرية ثقافة حمص عرضاً للفيلم القصير الحبل السري للمخرج الليث حجو، تأليف رامي كوسا، وذلك على مسرح دار الثقافة بالمدينة وسط حضور جماهيري كبير. رامي وأنا لقينا أنه نحن نبحث عن دور المرأة بالحرب، واللي هي كانت دور الأكبر فعليا، فكان هذا الظرف. الفيلم يحكي عن المرأة فعلا اللي هي الحياة، وهذا ينطبق على الحرب، ينطبق على أي زمان وأي مكان. إحساس كتير غريب الحقيقة، أنك أنت تنتقل لمواجهة هدول الناس اللي أنت بلحظة من اللحظات كنت قاعد معهم موجود بيناتهم عم تشاركهم بمشاهدة العروض. لحظة عاطفية جدا بالنسبة إلي، وبتمنى على طول تنعاد. دائما بقول حمص تستحق كتير أفضل من واقع اللي موجودة فيه. حضور كتير حلو، حتى يعني استمتعنا بالمناقشة. بدي أشكر كل العالم اللي حضرت، وبس يعني إن شاء الله بينعرض الفيلم بالشام وبيكون كمان نفس ردات الفعل. فيلم جميل من عدة نواحي، من ناحية النص كان نص عميق ومؤثر، في تصاعد درامي قوي كتير، في حبكة جيدة، وفي شد من بداية الفيلم لنهايته، رغم أنه من الأفلام القصيرة هو يعتبر طويل كعشرين دقيقة. على مستوى الإخراج شفنا رؤية بصرية جميلة جدا، شفنا حلول إخراجية مهمة. يصور الفيلم زوجين يعيشان في أحد الأحياء السورية المحاصرة، تدخل الزوجة في مخاض مبكر فيما يمنع القناص المتربص بالحي من وصول القابلة إلى الأم، حيث يقوم الرجل بتوليد زوجته في تصاعد درامي لا يخلو من الفكاهة.
فيلم كان كثير حلو، فيه مغزى كثير حلو، منطلق كثير حلو، جسد الحياة اللي مر فيها جزء منيح من الشعب السوري بفترات الحصار. يذكر أن حبل السري شارك في عدة مهرجانات وحصد جائزة أفضل سيناريو في فرنسا خلال عام 2018. تلقت فعاليات مهرجان السويداء للأفلام القصيرة بدورته الثالثة يلي حملت عنوان حدمينا في الذاكرة، وذلك تخليدا للراحل الكبير في الذكرى السنوية الأولى لوفاته. أجواء المهرجان وتفاصيل مع مراسلنا عشام حمدان. افتتح مهرجان السويداء للأفلام القصيرة في دورته الثالثة بعنوان حنامينا في الذاكرة تخليداً للراحل الكبير في الذكرى السنوية الأولى لوفاته. بدأ المهرجان بالوقوف دقيقة صمت، تلاها النشيد العربي السوري، كما تم عرض فيلم الريس للكاتب حنامينا، ديكودراما عن حياة الأديب الروائي، وإضاءة حوارية عن حياة شيخ الرواية السورية حنامينا. طبعا هذا أقل ما يمكن أن يقدم لشخصية عظيمة كشخصية الروائي والأديب الكبير حنامينا، يعني فهو التكريم هو شيء جزيل جدا مما قدم هذا الراحل. أما هي أهمية إقامة المهرجان بدورته الثالثة السينما هو إلى عدة جوانب، بس هاي يبدو أهمها هو اطلاع على التجربة السينمائية بسوريا، وخاصة الكثير من الأفلام التي سيتم عرضها هي من تجارب سينمائية شاب محترف أو هاوي في مجال الفيلم الروائي القصير. هذا التكريم أنا وجهة نظري هو تكريم للأمة العربية بشكل عام، حنامينا للعالم العربي، حنامينا لا يعني ما عاد يتكرر في هذا العالم. ومثل ما قلت أنه هذا الرقم الصعب فعلا، ورحمة الله على حنامينا. إغناء للمهرجان وتكريما لحنامينا اخترنا شخصية حنامينا السنة القادمة شخصية أخرى. احنا كل سنه راح يعني يكون المهرجان تحت اسم علم من اعلام الادب او الفن بسوريا. استاذ حنامينا قامه فكريه وادبيه وسياسيه كبرى في التاريخ السوري الحديث، انجز الكثير من الروايات. السينما السوريه اخذت من مجموع رواياته خمس محاولات او خمس روايات، انجزت في خمس افلام. استعرض الفيلم اللي هلأ نحن شفناه بعنوان الريس. طبعاً حكى الفيلم عن أهمية أدب حنامينا وأهمية التناولات السينمائية لهذه الروايات اللي أسس فيها أصحابها أو فتحوا آفاق الحقيقة لعوالم سينمائية سورية جديدة. كثير سعيد أنه افتتح المهرجان بشيء لحنامينا، لأنه هذه القامة الثقافية الأدبية الإبداعية أعتقد يعني أنها قامة لن ولم تتكرر في الوطن العربي حتى قاطبة. حنامينا رقم صعب ومن الصعب إدراكه، لذلك نحن سعداء بأن افتتاح مهرجاننا اليوم كان بحنامينا. اختتم اليوم الأول من المهرجان بتقديم درع المهرجان للراحل الكبير وتسليمه للمخرج السينمائي نضال قوشحة. يذكر أن المهرجان يستمر حتى تاريخ 21 آب، ويتضمن الكثير من النشاطات والعروض السينمائية التي من شأنها تشجيع السينما وإعادة الحياة إليها وتشجيع الجمهور للعودة إلى دور السينما. وإلى العراق، حيث أوضح جيفري آلين مدير الصندوق العالمي مدير برامج الصندوق العالمي للآثار والتراث أن مدينة بابل القديمة هي أحد المواقع الأثرية في العراق، كانت شاهد على الدمار اللي تعرضت له الأوابد الأثرية على يد تنظيم داعش الإرهابي، الأمر الذي لعب دورا رئيسيا في ضم المدينة إلى قائمة مواقع التراث العالمي في قائمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بعد التصويت، جعل المدينة القديمة التي تنتمي لبلاد ما بين النهرين سادس موقع تراث عالمي في العراق.
سالي مع هالخبر بنكون وصلنا لختام جولتنا الثقافية. فاصل صغير ومكفيين باقي محطاتنا. رح ننتقل ميسان لفقرتنا التالية لليوم. كل العيال والأسر بلشت تحضر أولادها للمدارس، هي تحضر حالها أيضا للمدارس والتحضيرات للعودة، لكن العامل النفسي والتهيئة النفسية بتعتبر العامل الأهم للطالب لبدء عامه الدراسي الجديد. خلونا نشوف الأمهات كيف عم يتحضروا ويحضروا أولادهم للمدرسة مع تقرير زميلتنا ربا صالح. بلشين بدنا نحضر قرطاسية وألبسة وأحذية وهيك قصص. يعني لا، الأسعار كتير غالية، يعني في غلا كتير. يعني مثلا أنه أنا عندي أربعة، في طالبة جامعية وفي بكالوريا وفي إعدادي وفي ابتدائي، يعني بدك 10-15 لكل واحد بالمرتاح يعني. هلأ نحن طالعين من عيد، بدنا نبلش بعد العيد بقى، ما بنعرف إذا في سوق. والله الأسعار مثل النار، الله يعين أهالي، يعني الله يحمل مع الاهالي، خاصه يعني الطبقه الموظفين. يعني يعني الله يعينه. هلا هن عم يحاولوا بالمدارس انه ما يفرضوا اقل شيء مثلا قميص بنطلون يكونوا مثلا مقبولين. في مدارس عم تقبل حتى بنطلون جينز، انه يعني بيعرفوا انه التكاليف كتير كبيره. هذا طبعا يعني بنطلون وقميص انت عم تحكي فيهم، لسه في عندهم قرطاسيه، لسه في عندهم شناتي، لسه في عندهم باط. هلا الاسعار شوي غالية، بس يعني مو مثل أيام زمان، في هيك في غصة شوي. إيه طبعا مناسبة، لأنه أنا درت أسواق حمص، وهلأ أنا هو بالشام، أنا من حما، فأنا شايفها مناسبة يعني. وفي بعض محلات هون أرخص من حما حتى، في خوف كأنه من التجار أنه ما تقبل على الشراء طبعا، لأنه الموظف بيقول لك يعني الشنطة بدأ يشيل فيها سنتين وثلاثة. التقرير فعلا الله يعين العالم والأهالي، يعني كتير صعب هذا الموضوع. رح نحكي اليوم عن هالموضوع مع الأخصائية النفسية غالية سعيد. يسعد صباحك غالية. صباح الخير. صباح يعني جمال. الله يعين الأهالي، ما صباح السعادة وصباح الله يعينهم يا رب. أكيد يعني غالية مثل ما تابعنا بتقرير زميلتنا ربا صالح، نزلت على الشارع ودائما كاميرا الإخبارية بتكون بقلب هيك الشارع وبين العالم، فالعالم شرحت معاناتها النفسية. صحيح. أكيد في معاناة نفسية إنه يلا رجعوا على المدرسة في الصبح درسوا وعلموا، ولكن في عبء مادي، والعبء المادي هو اللي بيأزم نفسيتنا كلنا، فخلينا نحكي عنه. تمام يا عزيزتي، بداية إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير. وأنتي بألف خير يا رب. ما كان بالتقرير نحن على بوادر دخول بالعام الدراسي. طبعا العامل النفسي بهاي الحالة بهاي المرحلة جدا مهم، جدا أساسي، جدا حيكون حركة فيصلية بهذا الموضوع، حالة التجهيز النفسي بناء على كل الطرفين، للأم والعائلة وللأطفال اللي هن بعد راحة وبعد سهر وضياع وقت. فكتير صعب انك ترجعي تضبطيهم بوقت، ترجعي تصحيهم على وقت محدد، في لهم واجبات، في لهم التزامات. حتى الام بحد ذاتها اللي موجوده بالبيت بصير في عندها كتير تحديد بالوقت كونها بدها ترتبط معهم. فالعامل النفسي جدا 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 مهم، وبتشكركم انكم اضاءتوا عليه لانه فعلا كتير مهم. كيف بدنا نستقبل هذا الموضوع؟ تمام. اولا خلينا نبدا مع الام، لانه هي لازم يكون في عندها استعداد نفسي انه انا الطفل يلي كان تاركته هيك انه على الحبل الغارب، انه اوكي يلا اعمل اللي بدك اياه، ساوي اللي بدك اياه، انا مريحه راسي شهرين ثلاثه. بلشنا هي بدها تصير في عندها تكتيك، بلكي من عندها بدها تصير اعاده جدوله من اول وجديد. انا رح ارجع اصحى من اول وجديد الصبح، طبعا هي المعاناه الاولى بالنسبه لهم. طبعا يعني انا ما بلومهم اكيد، انه انا بدي اصحى من اول وجديد، بدي فيق بكير من اول وجديد، بدي جهزه نفسيا كيف بده ينزل على المدرسه. في نقطه كثير مهمه
أنه الطفل هو المراية الصغيرة اللي موجودة لإلك، موجودة بالبيت بسكناتك بحركاتك، حتى أحيانا ممكن بحالتك النفسية هو مرايتك كيف ما تحركتي. فأنتي رواء، خليني أقول لك نوعا ما هو حيكون كتير رواء، أنتي متقبلة الموضوع فنوعا ما كمان حيكون هو متقبل الموضوع. فبداية خلينا نقول أنتي بتفيق الصبح بتجهزي حالك قبل بعشرة أيام أنه أوكي معلش فنجان القهوة اللي بنشربه لو ما في مدرسة الساعة 10 تمام، يعني عليك خلينا نبلش نشربه شوي الساعة 9 يعني احنا عم نحكي عن استعدادات الأم هلأ أول تمام شيء تمام، لأنه قلت لك هي عامل أساسي حتى يكون في انطلاقية إيجابية. فبنبلش بناخده 9:30 قبل بعشرة دقائق تنامي ديناميكية الجسم والساعة البيولوجية بتبلش بتتبدل، ما عاد تفيقي بهذا الحالة المتحولة فيها انه انا ما عم لحق وين اجى الاوتوكار نزلت اتأخرت هلا المديرة بتطلبني حرام عن جد بتحسي عم تركض من غرفة لغرفة انه اخر شيء فعلا حطوا مرة هيك انه بتسكر الباب وبتطلع. فهي بالنسبة لها صارت يعني في حالة من الفرح يعني انه طلعوا من البيت. فانه بس هي استعدادها النفسي انه اول شيء تتحدث بينه وبين حالها انه انا بدي ارجع فيه بكير، دي في الابتسامة على وجهي هنا مالهم طالعين على مكان انه رايحين هنا مشوار ما عاد يرجعوا منه، ما في داعي يحسسوا انه انت انا رح ارتاح منك انت رايح على المدرسة اكيد لا. بده يطلع انه للأسف في امهات وهي عم بتلبسوا على المدرسة، انا كان بدي مدرسة، انا ناقصني كان يكون عندي، انا قلاش وقت كبرتوا اسم الله وقت كنتوا صغار فهو بيسمع هذا الكلام. فالماما ما بتحب المدرسه وانا ما بحب المدرسه، حاله سلبيه يمكن بتعطيها الام لاولادها. الماما بتتضايق من المدرسه وانا ماما كمان بتضامن معك بتضايق من المدرسه فكتير الله. تمام اكيد. فكتير لطيف نحن كامهات نجهز حالنا كيف انا بدي استقبلها، كيف الابتسامه بدها تكون على وجهي، لو بدي اتصل معها شوي هنا العشر دقائق تحملوهم معلش قبل ما يطلع برات البيت، بعدين ننتقل للحالة النفسية طبعا الطفل وكيف تجهيزه. طيب كيف ننتقل لتخليص الأطفال من عادات الصيف؟ يعني كمان هي مرحلة مثل ما قلتي هنا بالصيف متركين على راحتهم بيناموا بفيقوا امتى ما بدهم، عشوائية الوقت هي بتكون بالصيف موجودة بكل تفاصيلها. هلا وقت منفوت على المدرسة لا صار في عنا تنظيم حقيقي تمام. يعني ببلش من لحظة الاستيقاظ للمساء شيء أكيد يا عزيزتي. تمام خلينا نقول انه بداية المدارس بوقت محدد كتير لطيف، منبلش قبل بعشرة ايام قبل باسبوع من نضبط وقت النوم انه ماما خلص تعال نجرب النوم بهذا الوقت، تعال نخفف شوي خفف شوي شوي. اما اني انا اعمل الحركة انه بكرة المدرسة يلا قوم نام هلأ الساعة 8 مستحيل، رح تفوتي بمعركة انت وياه ورح تتقاتلوا وهو رح يعذبك وانت رح تتعذبي معه ورح يفيق تاني نهار رح يكون صباح صحيح. كتير مزعج وكتير سيء لانه حطتني انتوا اثنين رح تطلعوا بحاله سلبيه صح. نبدا قبل باسبوع بنحاول ان نعمل له هيك روداج انه انت بدك ترجع تنام بكير، بنحاول كتير نعطي الصوره الايجابيه للمدرسه رح ترجع تشوف رفقاتك رح نرجع نعمل نشاطات جديده ومن هالاشياء هي كلياتها ليتقبل فكره انه كان مثل ما تفضلتي بعشوائيه الوقت منطلق هيك على الاشياء اللي هو بيحبها ليرجع ينضبط بوقت محدد صحيح. فالاكل نرجع نضبط له كمان حتى مواعيد الغداء والفطور وهالاشياء هي كلياتها، مواعيد النوم نرجع بنحاول ندخل كلمات الايجابيه، المدرسه حلوه رفقاتنا حلوين المعلمه اللي موجوده تمام. كتير حدا لطيف كتير بيحبك كتير ناطرك لحتى ترجع بشغف، يعني انه بس نخلق هاي الاشياء الموجوده بالنسبه صحيح. لإله غاليه يمكن الضغوطات النفسيه اللي عم يعيشوها الاهالي يمكن الولد ما بيحس وهو صغير باي ضغط نفسي عم يعيشه الاهل، سواء انه تامين احتياجات اطفالهم تمام. سواء المشاكل العائليه ما في بيت خالي من المشاكل العائليه اكيد، بتجي الام اللي عندها اربع اولاد او ثلاث اولاد ما راح نكتر اكثر من هيك بدها كلهم تفيقون على المدرسه هي اذا ما كان عندها جامعات يفيقوا لحالهم، قديش الام لازم هيك شوي كمان تكون هيك يعني شوي منضبطة أحيانا عن جد مثل ما قلتي بتأثر سلب على الأطفال، مثل أنه بتتأفف من الصباح بتفي مكشرة دو بتلف الصندوشة وترجع تنشط لبنتها شعرها، فقديش شوي بده يكون في شوي هيك هداوة تقدر تعمل ريلاكس قبل، قديش بده يكون في دعم هلا كنا عم نحكي عن الدعم النفسي، دعم صحيح. نفسي للأم يلي هي متحملة كل شيء، أكيد الأب ما أحيانا بيكون بيساعدها بس غالب الأحيان هو العبء الأكبر على هي هذا المخلوق يلي عم يتحمل كل شيء يعني. صحيح يا عزيزتي مثل ما تفضلتي. طيب شو رأيك بتجربة كثير لذيذة؟ تعالوا نجمع كم أم في عندها مثل ما قلتي أطفال عدد كبير ومتناسب بالأعمار، كثير لطيف، أكيد في عندها مجموعة من الأصدقاء، طلعي أنت وياهم بفنجان قهوة الصبح أو تجمعوا بمكان وبلشوا تداولوا شو ممكن يصير معك. انت شو بصير معك وانا شو بصير معي، ليه كل واحدة من بناتنا عندها اطفال هي
ما في حدا بالدنيا بيتعب قد منها وما في حدا بيركض قد منها. اولادي اصعب. اولادي انا اصعب يمكن ما عاد في مجال الكتالوج اللي طلع منه اولادي تسكر من بعدهم. طيب لما انا بتناقش انا وياكم نفسيا وبقعد فانا بطرح مشكلتي وانت بتحكي وانت بتحكي يلي بيصير انه بنلاقي نقط اشتراكيه. حضرتك بتعطيني حل بدون ما تشعري وانت نفس الشيء بتعطيني حل وانا نفس الشيء بعطيكي من خبرتي. طلعت انا من هاي القعده روحت فيها عن نفسي وتحدثنا بهي خليني اقول لك المشكله النفسيه اللي هلا جايتهم انه مدرسه اخف وطئه. اما خليني لحالي انا بهذا المكان الخاص وانا معتقده انه انا عندي اصعب مهمه بالكره الارضيه فعلا لحلاقي انه انا اصعب مهمه لي وخاصه كل ما مرت ولقيت انه زوجها نايم ايه خليك نايم انت انا اللي عم بركض بالاولاد. فهون بدا لما بدا فيه اصلا على فنجان قهوه رح تتقتل هي وياه. انت كنت نايم وانا كنت عم بعمل وقيم وحط ما انك حاسس بالشيء اللي عم بصير. فوت بدائره النكد دائره جديده بشيء هون بيقول لك بقى نكديه. فلا خلينا نخفف فكره كثير لطيفه. اطلعي اعملي انت زياره قبل المدرسه بيومين اشربي فنجان قهوه مع صديقاتك وتحدثوا بهذا الموضوع بترجعي شوي مغيره وجهه نظرك عن الموضوع شوي عندك انه لا مو انا اصعب قصه في عندي حدا كثير ناس اصعب منه يمكن انا تعلمت منهم واعطيتهم فكره. فهي حيله نفسيه ممكن شوي نخفف عنها ولا بأس انه كل فتره تتكرر مره كل اسبوع 10 ايام بتضلي بتروحي عن حالك بهذا الموضوع فعلا بتفيقي باستشراق وضل عندك قاعده انت بس هالساعه اللي عم تتعذبي فيها الصبح انه محمدي بعد هالساعه حتعملي فنجان النسكافيه تبعك فنجان القهوه تبعك اللي هو بتعدي برواق. بعدين كمان يعني الصراحه هن عم بنشوف انه نص الامهات هن عاملات صحيح. يعني مع خروج اطفالهم هن هيك عم يطلعوا ورا هون حتى احيانا الامهات عم يكونوا بالصيف مستمر عملهم صحيح. الموظفات الموظفين يلي ما لهم علاقه بسلك التعليم فينا نقول يعني هن مستمرين بفئه الصبح بشكل دائم بس انه هلا قبل بنص ساعه لانه في عليهم واجب الطفل. هلا الام عندها دور حكينا قبل شوي عنه انه هي تبتسم الصبح انه هي تعطيهم طاقه ايجابيه لاطفالها. كيف بتعمل على الاستعداد الذهني والبدني للاطفال؟ يعني في استعدادات بدنيه بموضوع انه يلا خلينا نجرب ننام قبل بوقت خلينا كذا بس الاستعدادات الذهنيه كيف بتكون؟ تمام يا عزيزتي كثير رائع كمان الفكره كثير حلوه. قبل باسبوع 10 ايام تعال ماما ننزل الكتب اللي موجوده عنه تعال نعمل اعاده تدوير لدفاتر اللي ممكن نستفيد منهم. عم دخله انا للعالم شوي شوي بحاله كثير لطيفه يعني عم بعمل دخول كثير لطيف مو انه يلا نزل الكتب لنشوف شو عنا لا تعال نرتب انا وياك الكتب. يعني كثير بيستمتع بهالقصة على فكره هو نزلي له المكتبه اللي موجوده عنده ايوه تمام يعني فندون مين بيطلع معنا على السنه الجايه مين ممكن نحن ما لنا بحاجته خلص لازم نتلفه. فهون بيستمتع وبترجعي بتحسسي انه بلشنا نعمل روداج من اول وجديد. طيب كثير لطيف كمان انك تقدمي مساعده لطيفه للمعلمه اللي داخله لعندها تعال نستذكر انا وياك شو كان في السنه الماضيه الاساسيات الارقام الحروف اذا كان هي المعلومات الاساسيه يمكن هدول بدهم شهر عن جد ما بدهم اسبوع عن جد لحتى اساسا ما يعصبك وانت راجعه لما بتلشي من اول النهار يلا يا ماما الوظيفه يا ماما الوظيفه ماما نسيت امسك القلم. كثير ممكن اطفال بيعانوا منها بعد 3 شهور فعلا بصير في عندهم بيتقلوا بالحركات حركات ماما نسيت امسك القلم تعي امسكي ايدي تعي عدي حدي تعي اعملي لي تعي ساوي لي. طيب قبل بشهر 10 دقائق هيك تمريقه على السريع على السريع كثير حتلاقي انه هو رجع للجو معك ما عذبك وفعلا باول يوم بلش ياخذ الواجبات تبعه ما عاد هذا الطفل المتمرد على الموضوع انه انا شو عم بيصير انه انا اول مره ممكن يقعد قدام دفتر الواجبات بتعرف عليه من اول مره انه ماما بحب اعرفك دفتر الواجبات هاي المدرسه انه بيطلع لك نظره استغراب نسيان كل شيء انا بعرف اكتب ماما مش انا عندي وظايف من الاساس بيعرف يكتب غاليه ولكن دائما الصحه النفسيه للطفل من صحه النفسيه للاهل حتى في معاناه ثانيه يمكن بيعيشوها الاهل هن يعني مو بس ان متأزمين حتى الطفل احيانا بيكون متأزم نفسيا من رجعته للمدرسه ممكن يكون عانى بالصفوف السابقه من مشاكل يمكن ما حكوا عنها مثل ما قلتي ضروري يكون في جلسه هيك بين الاطفال واهاليهم. شو ليش ما بدك ترجع على المدرسه ويمكن سبب فشل اكثر نسبه من الاطفال هي انه المدرسه عملت لهم مشكله ما عاد حبوا الدرس او ما عاد رجعوا البيت اولا والمدرسه ثانيا. عندك كمان لازم يكون في تعاون بين الاهالي والمدرسات او المدرسين بس خلوا ابنهم شوي هيك مرتاح ليرجع يكفي بطريقه صح. تمام يا عزيزتي فعلا كثير رائع. في سؤال لازم يكون يومي
ماما شو صار معك اليوم؟ تماما. احكي لي في شيء زعجك حتى لو ما حكى. فهذا السؤال بيعطي الطفل اول شيء الامان والطمأنينة، فبيحاول يضل يطوعك دائما. يوم اللي بيقول لك انه انا ماني حابب المدرسة، لما بيكون في آلية حوار بينك وبينه اكيد رح يفتح لك هذا ويقول لك ليه. ممكن طفل عم يزعجه، ممكن اسلوب معلمه يكون شوي مزعج بالنسبة له او ما تقبله هو كنفسية، فانت بتحلي هاي المعضلة. الفكرة الاساسية الثانية انه طبيعي جدا يكون في تواصل بيني وبين المعلمة، ما اخذها انه هي حدا عم بيعلم لي طفلي، لا اخذها جانب الإنساني. دائما اتودد لها، دائما كون حدا لطيف بالنسبة لها، لأنه هي كتير مساعد معنوي بالنسبة لي. أنت بتعرفوا هذا الشيء، لأنه لما بتقول كلمة هي أو لما بتناشد بتصرف أو فعل مستحيل حدا يقدر يرجع يبدله غير هي بحد ذاتها، كونها بتكون كتير مؤثرة بالحالة النفسية اللي موجودة معه. فدائما نحن بنقول انه دائما خلونا عم نتحدث معه، مو بس نحكي معه لما بده يعمل الوظيفه، مو بس نحكي معه او نخانقه لما بيضيع اشياء او اغراضه، مو بس نحكي معه انه يلا قوم على المدرسه او يلا قوم نام. هذا الحديث المتواصل كل النهار اولا بيقوي الرابط الامومي اللي بده يكون بيني وبين الطفل، بيقوي الرابط الانساني اللي بده يخلق بعدين بيني وبينه، وبعدين بضل بعده بالخبايا الموجوده عنده. بعرف شو المشكله، انه فعلا ما عم بيحب يروح على المدرسه. في اطفال دلال، في اطفال ملل، في اطفال ما في شغف عم بيلاقوه بهذا الفعل الموجود، فلازم دائما يضل في تواصل حديث بيني وبينه. يعني هذا التواصل الا ما يوصل دائما لنقطه ايجابيه ما بيكون ابدا في شيء سلبي. في كمان عنا موضوع الطعام، دائما الاهل يمكن بنقول انه في منبهات بيطعموها الاولاد، الاهل لاولادهم عفوا، بتساهم بانه هن ما يقدروا ينام، بانه هن يكون عندهم عشوائيه. هذا الموضوع كمان بيتنظم قبل فتره منيحه من المدرسه. يعني عليك جدا كتير بأروائية كمان بس بده وقت. ما نجي نبلش ننظم قبل بيومين وثلاثة، ما رح نستفيد شيء. انت عم تتعاملي مع منظومة يعني إنسانية دقيقة جدا. هذا الطفل الصغير ما نو هذا الحدا العشوائي، هو أذكى كتير من التعامل معه بعشوائية. كتير رائع انه انا بدي اعطيه شيء، بدي اعطيه مثلا الاكلات تبعه او بدي اعمل له وجبه العشاء نظم له اياها، كمان ببدا معه قبل فتره كثير بسيطه كمان بكره. بحاول انهي انا هي الاكلات انه وبرر له ما في تاكل هي، ليش هيك، ما في شيء اسمه هيك. وانت عم بتجاوبي لانه كلمه هيك انت فتحتي له فضاء واسع. بكره عندك مدرسه ما بتعرفي تعي كوعي بقى انه انا ليش ما اشرب شاي. انت دخلتيه بمجالات معقول ما بتحبها حمام 50 مره بالليل. لا هو بده يوصل انه انت ما بتحبيني، ما بتخليني اشرب شاي. وما بيعرف انه انت ما تفضلتي انه بدك تفوت على الحمام كتير، وممكن انا ما بأمن انك تدخل على المدرسة، بخاف عليك واوا من هالاشياء هاي كلياتها. ما في شيء اسمه هيك. يوم اللي بتقولي له لا لانه هيك وضلي معه وصلت فكرة انه اقتنعت لحتى يقلك انه ايه اقتنعت، طب عد لي الجواب ليش انا قلت لك هيك، لا خلص بتتخمر الفكرة عنده. طب حتى لو قلتي له ايه قلي له ايه، بس كمان عطيه مبرر حتى يعرف انه الماما او انا لما بتحكي معي اي شيء فهي بتحكي معي انه لانه هيك. لما حدا بيسأله ليش الماما عملت هيك، لانه هيك. ما في عندي هيك وبس، اتركه بهذا الفضاء المفتوح تبع انه وبعدين عشوائيه. يعني لازم الطفل يعرف اكيد لا تبرير لكل شيء بنعمل له اياه. وننسى فكره انه انا عم بتعامل مع طفل، للاسف العوام بتقول لك انه هذا طفل مجنون. ذكرتيني بقصه، ذكرتيني بقصه بالاهل وقت كانوا يقولوا لا انه ليش لا هيك. لا هيك هيك ما في لا هيك، كان موضوع انه ليش لا هيك، ونحن نصر نعرف ليش طبعا لا. يعني دائما مثل ما قالت غاليا ميسان، الطفل اذكى بكثير من انه نتعامل معه بطريقه عشوائيه. كان موضوعنا لليوم كان كثير مهم، وخاصه على افتتاح المدارس. ان شاء الله بيتبارك ابنك بتشوفي كمان بالمدرسه ان شاء الله. ان شاء الله ونركض قال يعني مع عن جد. يعني شكرا للمعلومات اللي اعطيتيها اياها، ان شاء الله تكون فادت كل الامهات وكل الامهات يلتزموا فيها لحتى يوصلوا لصيغه كثير صح بالتعامل مع اطفالهم ويقدروا يفوتوا على المدارس بكل طاقه وحيويه. شكرا كثير لك غالية. بشكركم كثير ان شاء الله من اول وجديد، وعن جد ان شاء الله كل سعاده وكل الحب تكل ايامكم وترافقكم بكل لحظه، وكل عام وانتم بالف خير يا رب. شكرا لك غاليه، كلنا بحاجه لهذا الدعم النفسي. شكرا لوجودك معنا. اما هلا ميسان صار الوقت لننتقل استديوهاتنا بالإخبارية السورية لغرفة الأخبار لنطلع على آخر المستجدات يلي عم تشهدها الساحة العربية المحلية والعالمية مع بشرة زيني. صباح الخير بشرة. صباح الخير سالي، موجز لأهم الأنباء بعد الفاصل.
السلام عليكم. استقبل الرئيس بشار الأسد وفدا من حزب روسيا الموحدة برئاسة ديمتري سابلين عضو مجلس الدوما، وتم خلال اللقاء استعراض تطورات الحرب على الإرهاب في سوريا، حيث هنأ سابلين والوفد الرئيس الأسد بالانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري على التنظيمات الإرهابية، وخاصة مؤخرا في ريف إدلب. من جانبه أكد الرئيس الأسد أن الانتصارات التي تحققت تثبت تصميم الشعب والجيش على الاستمرار بضرب الإرهابيين حتى تحرير آخر شبر من الأراضي السورية، على الرغم من الدعم المستمر الذي تتلقاه التنظيمات الإرهابية من قبل العديد من الأطراف الغربية والإقليمية وفي مقدمتها تركيا. أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري ضرورة إنهاء الاحتلال الأمريكي والتركي للأراضي السورية. وقال الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أن احترام مبادئ المساواة في السيادة بين الدول التي تأسست عليها الأمم المتحدة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية يستوجب أمورا من ضمنها إلزام الولايات المتحدة وحلفائها بمن فيهم قوات الاحتلال التركي بإنهاء وجودهم العسكري اللاشرعي على أراضي سوريا، ووقف ممارساتهم العدوانية الداعمة للإرهاب وجرائمه بحق السوريين والمنشآت المدنية والبنى التحتية. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الإرهابيين يسيطرون على معظم مساحة محافظة إدلب، وأوضح لافروف أن الإرهابيين يواصلون اعتداءاتهم على المدنيين ومواقع الجيش السوري وقاعدة حميميم، مشيرا إلى أن روسيا سترد بحزم على أي استفزاز من قبل الإرهابيين وأنها تدعم عمليات الجيش السوري في محاربة الإرهاب. أسقطت الدفاعات الجوية التابعة للجيش اليمني طائرة أمريكية من نوع MQ-10 وبصاروخ فوق أجواء محافظة ذمار. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن الصاروخ الذي تم استهداف الطائرة الأمريكية به أصاب هدفه بدقة عالية، مشيرا إلى أن هذا الصاروخ تم تطويره محليا وسوف يتم الكشف عنه قريبا. نهاية الموجز، عودة إلى صباحنا غير. ما شكرا لك بشرى من غرفة الأخبار. أكيد مشاهدينا بكفين ببقية فقرات صباحنا لليوم. وصلنا للفقرة الأخيرة، فقرتنا الأخيرة اليوم من عالم الثقافة والفن، خصيصا سالي يعني مدرس لآلة القانون بمعهد صلحي الوادي من 5 سنين، خريج المعهد العالي للموسيقى سنة 2016 وعضو بجوقة مار أفرام السر، يعني حاصل على العديد من الجوائز والشهادات المراكز الأولى بمسابقات لآلة القانون على مستوى القطر العربي السوري، وشارك بالعديد من الفعاليات في دار الأسد للثقافة والفنون. عم نحكي عن ضيفنا الفنان جاك صباغ. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا فيك جاك، يسعد صباحك. صباحك نعم. أهلا وسهلا. يعني بداية أول ما بنشوف آلة القانون هيك في شيء جواتنا بيتحرك، أي آلة موسيقية لها وقع خاص ولها شيء خاص فيها، ولكن الفنان يلي بيحب شيء معين، جاك حب القانون، فلان حب البيانو فأبدع فيه، خلينا نحكي عن بدايتك مع هالشغلة اللي أنت بتحبها. هلا البداية كانت أنا بلشت بموسيقى بعمر صغير، يعني بلشت بخمس ست سنين، وما بلشت دغري بآلة القانون، يعني أنا درست شوي بيانو مع شوية صولفيج وقراية نوطة وهيك، بعدين دخلت معهد شبيبة الأسد. كان في مثل فترة تحضيرية إنه نحن ندرس نوطة كمان وإيقاع وهيك، بعدين فتنا على السنة الأولى بدنا ناخد آلة صفة. فبصراحة يعني كان عندي شغف إني غير شوي الشيء اللي بلشت فيه، وكان بدي هيك آلة شوي هيك غريبة أو حس إني فيني أبدع فيها أكثر. فما بعرف يعني وقتها، يعني هاي اللحظة اللي بلشت فيها أفكر بآلات، وكان مدير المعهد موجود عم بيحط لي خيارات آلات قدامي، عم قال لي قانون، قلت له أوكي قانون. قبل شو كانت؟ قبل شو كنت تعزف؟ أورك.
بيانو اورج يعني كان في بالمعهد بيانو عرفت علي بس انا يعني كان عندي بالبيت اورج كنت اشتغل شو عليه شو بيتميز القانون عن باقي الالات الموسيقيه شو الشيء الغريب فيه والمميز يعني بصراحه شوي بهديك الفتره ما كان في هالضجه شوي على الالات القانون او ما كان في عندي هالرؤيه شو هو يعني في الات شوي منتشره يعني مثل الجيتار الفيولون او هيك شغلات ممكن عندي كان فكره شو هن بس يعني القانون كان في عندي هيدي الاشاره استفهام انه انا فيني اروح فيه لافق ثاني فيني اعمل فيه شغلات ثانيه هو صحيح آلة شرقيه بس يعني انا حتى فينا نعمل فيه شيء غربي فينا حلو. يعني يمكن الانسان بس حب شيء خلاص هو ابدع فيه أكيد. فخلينا نسمع شيء يعني بتبدع هيك منه سحري يمكن بتنقلنا له عن جد القانون هيك عالم خاص اليوم وجود القانون دائما بنشوفه موجود ضمن الاوركسترا وضمن يعني الفرق الموسيقيه قديش العزف المنفرد يختلف عن وجودك ضمن اوركسترا طبعا هلا وجودك ضمن باند هو بيكون لك دور معين فانت وجودك ضمن فرقه كبيره سواء او كانت صغيره فانت لك دور معين تلتزم فيه لانه بيكون في عالم او بيكون في توزيع موسيقي لباقي الباند صحيح هلا وجودك بشكل افرادي او عزفك بشكل افرادي هو شيء ممكن ابدع فيه اكثر او ممكن تشتغل عليه اكثر عم تشتغل ك وان مان شو او ك وان انسترومنت يعني فانت بدك تحاول تعبي كل شيء او تشتغل على كل شيء فلهيك منلاقي في ستايلات مختلفة بكل واحد لحاله يعني ممكن نسمع حدا نقول هذا الشخص الفلاني نسمع حدا تاني نقول هذا شخص تاني يعني كل واحد بيحب شيء أكتر ايه بس وقت تكونوا ضمن باند لا شوي بيكون في التزام أكتر بال بس التزام بس دائما القانون وقت بنكون عم نحكي عن موسيقى عربية نسمع صوته صح يعني دائما عن جد بنقدر نميز وجوده ضمن يعني هو صوته فرق. مميز يعني مو لأنه قالتي لا بس يعني هو بالمجمل هيك لأنه نحن ما فينا مثلا نحط قانونين أكيد بالفرقة أكيد ودائما نشوف جاك متصدر للقانون بأي هيك عزف بأي شيء بيكون له طابع خاص جاك بعمر صغير حضرتك يمكن ما بعرف عمرك الأساسي ولكن عم بتدرس هيدا هي الآلة قد شو ضافت لك
يعني شيء بتحبه خلصته وبلشت تعطيه لغيرك فعم تعطيه منك هذا الشيء، فتحكي لنا عن هي التجربة. صراحة هي تجربة مختلفة تماما عن تجربة العزف أو تجربة أي شيء تاني. يعني بالبداية شوي هيك شوي تكون ضايع، إنه يعني أنت عم تعطي خبرتك لحدا تاني، بس إنه شلون بدك توصلها؟ يعني بدك تحاول تلاقي طريقة، ممكن درس يروح كان على معلومة واحدة بدك تحاول توصلها من هون لهون لحتى تشوف هذا الطالب إنه عن جد أخذها هيك، عن جد فهمها بهي الطريقة ولا لا. ممكن لأنه في يعني أنواع مختلفة من الطلاب، يعني في كل حدا ممكن يستوعب بقصة شكل. مع الوقت بتصير بتعرف إنه لا، هي الطريقة ممكن أحسن، ممكن هيدي مع الطالب أحسن، ممكن هذا الطالب ما بتنفع معه هيك، فبتصير تعرف. أكيد. بعد اختيارك للقانون تدريسك لإله كآلة، شفت إنه في ناس الساتها بتحب إنه هي تعزف على القانون، العدد يمكن قليل بالنسبة للي بيحبوا يعزفوا على الجيتار وعلى الأورج، يعني كتير منشوف دارج عن جد إنه بيضل بعمر الشباب الصغار يعني بداياتهم. بيضل عدد قليل بس صراحة عم بيزيد. يعني عم يزيد عن وقتي، مثلاً وقت ما أنا بلشت أعزف. أنا بالمعهد كنت أنا سنة أولى كان في صبية بتعزف على القانون سنة ثالثة وبس. هلأ في عودة، لموضوع الموسيقى العربية والشرقية؟ في عودة لموضوع الموسيقى العربية والشرقية وآلاتها؟ في عودة وفي إعادة إحياء للشيء، وخاصة حالياً الحفلات اللي عم تصير بدار الأوبرا مع أكيد عم تشهد دار الأوبرا هي الحفلات، يعني حاصل على جوائز وشهادات ومراكز أولى على مستوى القطر. يلي بيبلش هيك فهو بيطمح لشيء عالمي، وخاصة آلة شرقية. معروف أوروبا قديش بيحبوا العود، قديش بيحبوا الشرقيات. كيف إذا كان مثلا هيك آلة قانون أيضا عم تحضر شيء أو عم تسعى لشيء لكون برا؟ هلا إن شاء الله. أنا يعني بصراحة يعني ما في أي فنان يقول لك إنه ما بطمح إنه أطلع أو أوصل موسيقتي للعالم كله يعني. فأكيد أنا بطمح لهذا الشيء، وأكيد كتير بحب إنه توصل موسيقتنا ويقولوا إنه العازف السوري كذا أكيد. وصل للإرنة كذا. إن شاء الله إن شاء الله. حابين نسمع يعني كمان شيء تاني.
السورية يعني عن جد حلوة، والغنية كتير حلوة، وعن جد القانون هيك قريبة من المكان اللي نحن قاعدين فيه، بتحسي بروح عاليته بمتحف عن جد الوطني بدمشق، عن جد كتير حلو كان. يعني جاك احيانا بس تسمع موسيقى معينه في شيء بيتحرك جواتك، كيف اذا كنت عم تعزف شيء بتحبه يعني عفوا، قديش في احساس جواتك حتى بيطلع وانت عم تعزف؟ هلا ما تسالي في احساس عالي اكيد، يعني حتى كل شيء بيترجم على الآلة اللي انت عم تعزف عليها، يعني اذا انت متضايق او انت فرحان او انت مبسوط او اي شيء، انت يعني مو صح انه في حدا ممكن يكون متضايق. طيب جاي هلا اخر رواق اليوم. اخر رواق تمام. طيب شو عم تحضر شيء جديد جاك؟ شو في شيء على صعيد الفرق؟ شو مشاركاتك او على صعيد الشخصي؟ انا عندي باند صغيره مع شاب رفيقي اسمه يزن، بوجه له تحيه، بيعزف جيتار وبيغني. نحن عاملين هيك مثل ديو بين الجيتار والفوكال والقانون، اللي هو شوي ميكس غربي وشرقي، هذا الفيوجن شوي العالم هيك. عم تعملوا شيء على الفيسبوك يمكن او عم نجهز شيء؟ عم نعمل شوي صفحه فيديوز. خاصه هلا صفحه خاصه لسه، لانه لساتنا هيك عم ننشر اسامينا شوي. اوكي، وكمان شغلي بمجال التدريس. وعم حاول اعين شيء لإلي ان شاء الله. ان شاء الله اكيد موفق، بتمنى لك كل التوفيق. اكيد جاك بنتمنى لك كل التوفيق. نحن حنختم، ولكن حتكون شارط الختام هي مع آلة القانون ميسان. وصلنا مع غذاء هذا غذاء الروح، الموسيقى الجميله والعذب، لختام صباحنا لليوم. تحيتنا الاولى والدائمه لرجال الله في الميدان، ابطالنا في الجيش العربي السوري، كل الحب لكم، املنا فيكم كثير كبير. بدنا نتشكر مشاهدينا على طيب المتابعة أكيد، وشكر موصول لكادر الإخبارية السورية خلف الكاميرات وبالكنترول. يعطيك العافية ميسان. شكرا لك سالي، وصلنا لختام مشوارنا الصباحي لليوم، دائما بيتجدد كل يوم معكم الساعة 9 الصبح بفقرات متنوعة ومساحات مختلفة. الختام رح يكون مع الفنان جاك. لألك